بكم أصدقائي، يوم نسوي كمامة بالبيت. مرحبا فيكم. اليوم مثل ما قلكم زين رح نسوي كمامة بالبيت بطريقة سهلة كتير. بما أنه صارت الكمامة فرض هون بألمانيا بأغلب البلدان العربية، فرح نسوي كمامة بطريقة سهلة. رح نجيب تيشيرت أو أي قطعة قماش ما بتكون ياها تقدروا تغسلوها بالبيت، لأنه هاي الكمامة رح نستخدمها أكثر من مرة، نقدر نغسلها ونقدر نعقمها، مو لاستعمال واحد. طبعا مثل ما شايفين هون أنا راسم مربع ومجهزته. نرسم مربع نحن هلا. أنا قايسة هون بالعرض قايسة 28، بما أنه أنا قست محيط راس زين فطلع عندي 28، فغالبا الكبار بيكون 35. ومنقيس هيك بالطول، منقيس هيك بالطول مثل ما شايفين 14، فغالبا كمان الكبار بيكون بحدود 15. فبنرسم هيك مربع هون 28 وهيك 15. بعد ما نرسم نحن المربع ونحدده، نرسم هون خطين بحدود تقريبا سنتي سنتين، وهون نرد نرسم كمان خط ثاني بحدود 2 سنتي. هلا رح اعلمكم كيف رح بلش قص. هلا انا بقص المربع كاملا مثل ما رح تشوفوا. هيك مثل ما شايفين قصينا مربع. هلا بنقص هذا الخط الثاني. قص الطرف الثاني. وهيك بنكون خلصنا مثل ما شايفين. صار عنا كمامة بطريقة كتير سهلة. وهلأ رح نلبسها لزين. شوفوا كيف بتصير مثل اللي لابسها هلأ، هو تقريبا شكلها هيك رح يصير. هلأ رح نلبسها قدامكم وبتشوفوها. يلا شلح زين هاي اللي حاطتها براسها، فكها. هلا بنحط هدول هون الاذنين، هدول الفتحات اللي فتحناهم للاذنين طبعا، والفتحه الثانيه الاذن الثانيه هات لساعدك فيها. بندير هيك دير راسك زين، دير راسك شوي، دير راسك كمان مثل ما شايفين. بنربطها من ورا من هون. هيك صارت كمامة سهلة بطريقة سهلة وكتير ظريفة، ونقدر نغسلها ونستخدمها. عجبتك زين؟ وشكرا لكم أصدقائي، باي. هاي الطريقة الثانية كتير سهلة واستخدام لمرة واحدة، هو يعني أدواتها كتير بسيطة. نحتاج محرمة ومطاطين أو قطعتين قماش قاصينه من شي تيشيرت أو شي قطعة قماش. بنقص المحرمة هلا هيك طبعا، وبنبلش نتنيها. طبعا تنيناها هيك، نحاول نضغط عليها شوي. بنجيب هاي قطعة القماش، هدول التنتين هيك، ومعنا خرازة طبعا نسينا نقول، نخرزه.
مثل ما شايفين خرزناها هيك. هلا بنجربها على زين فرجيكم كيف صارت. يلا زين اشلحي الكمامة هيك حاططها. جرب لعندي طبعا هاي لاستعمال لمرة واحدة ومنكبها بعدها. مضطرين كثير على مشوار ولازمنا كمان حتى لك. وهيك بنكون خلصنا. إلى اللقاء.